أعزائي المشاهدين، طبتم وطابت أوقاتكم بكل الخير، وأهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم برنامج همسة مواطن. قبل ما أروح لموضوع حلقتنا وأرحب بزميلتي، أنا ليا نداء واستغاثة للسيد محافظ بني سويف والسيد وكيل وزارة الصحة بمحافظة بني سويف بخصوص العزل المنزلي. طبعا يا فندم، موضوع العزل المنزلي وخصوصا في الأرياف للأسف بيؤدي لكارثة، لأن موضوع العزل في الأرياف ما بيتمش بالطريقة الصحيحة، وده يمكن لأن بيبقى فيه تعاطف في الأسرة الريفية، فبيضطروا إن هم عادي يختلطوا بالأسرة وينتج عن ذلك إصابة الأسرة كاملة. وكمان المكان أحيانا في الدار في الريف بيعيش أكتر من أسرة، وبيبقى الحمام مشترك، ومكان للأسف ما يعني ما ي... مش هو الملائم للعزل الصحي المنزلي اللي كثرت أعداد الأسرة اللي بتعيش خصوصا في المنازل في الأرياف. فياريت يبقى فيه حلول بديلة عندنا في محافظة بني سويف، أكتر من مكان ممكن الدولة المحافظة تستغله كعزل للحالات اللي هي مش خطيرة، بالذات للحالات الموجودة في الأرياف، لأن زي ما شفنا في مركز الفشل حصل أسرة بالكامل أصيبت بسبب العاطفة، وإن الناس للأسف يمكن بيختلطوا بالمصاب من ناحية الحب والود وبرضو قلة الوعي عند المواطن في الريف. ومحدش يزعل مني، لأن العاطفة بتغلب عندنا في الأرياف. فأنا برجو من السيد محافظ بني سويف إن يتم توفير أماكن للعزل وخصوصا للحالات البسيطة. عندنا مثال، عندنا معسكر الشباب والرياضة بشرق النيل، يمكن من أحسن الأماكن اللي تنفع عزل، وممكن كمان المحافظة تستعين بالكوادر الطبية الموجودة في الوحدات الريفية وخصوصا التمريض، اللي أقل وحدة صحية بيبقى فيها بالعشرين والتلاتين ممرضة، تستعين وزارة الصحة أو وكل وزارة الصحة يستعين بالأطقم دي من داخل الوحدات، لأن احنا زي ما شفنا وأسرة بالكامل أصيبت بسبب العزل المنزلي، فده بيسبب كارثة. واحنا عايزين نسيطر، الدولة بتبذل قصارى جادة، واحنا بنشكر كل الأطقم الطبية وبنشكر السيدة وزيرة الصحة على المجهودات الرائعة اللي هي بتقدمها، وطبعا كل الأطقم الطبية، الجيش اللي احنا بنطلق عليه الجيش الأبيض، بنقدم لهم كل التحية والشكر، لأنهم في الفترة دي جنود مقاتلين ضد للأسف عدو مجهول، فربنا يكون بعونهم. وده نداءنا واستغاثنا. وارجع تاني لموضوع حلقتنا وارحب بزميلتي. مساء الخير يا بسنت. مساء الخير عليك يا أشرف، برحب بكم مشاهدينا في يوم جديد وحلقة جديدة وسيزون جديد من برنامجكم همسة مواطن. الحقيقة قبل ما نبدأ فقرتنا النهاردة، أسرة البرنامج بتوجه الشكر والتحية والتقدير لسيادة اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على المجهودات الجامدة اللي بيبذلها في المحافظة. والحقيقة المحافظة بتشهد اليومين دولت حملة موسعة جدا كبيرة جدا للإزالات للمباني المخالفة، سواء على الأراضي الزراعية أو البناء بدون تصريح، تحت رعاية وتعليمات سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. جميل جدا أن المسؤول يكون ليه بصمة في المجال أو في المكان بتاعه، والأجمل أن يضرب بيد من حديد على أي شخص تسول له نفسه بالعبث بمقدرات الدولة وحقوق المواطنين. مشكلتنا النهاردة من حي السيدة زينب، وزميلي أشرف هيكلمنا عنها. طبعا زي ما حضرتك، احنا بنشيد بجهود رجال الدولة والسيد وزير التنمية المحلية والسيد رئيس الجمهورية القائد الأب عبد الفتاح السيسي للقضاء على البناء والعشوائيات والبناء بدون ترخيص. طبعا احنا زي ما احنا مع الدولة وبنناشد الساده المسؤولين ان هم يضربوا بيد من حديد زي ما زميلتي قالت، ولكن ايضا احنا بنقدم استغاثه اليوم ضد تعنت بعض موظفين المحليات ضد المواطنين
اللي هم بيبقوا عايزين يمشوا في اجراءات سليمه ويتم الترخيص باجراءات سليمه، لكن بيحصل تعنت من بعض المسؤولين سواء في الاحياء او في الوحدات المحليه من بعض الموظفين. المشكله اللي معانا النهارده يا اشرف للاستاذه تهاني بقى لها قد ايه في المشكله؟ الاستاذه تهاني ليها اكتر من سنتين، زميلتي بسنت اكتر من سنتين بتخلص في اجراءات رخصه في حي السيده زينب. طبعا قبل ما اخد اتصال منها هشرح لحضرتك بالمستندات والاوراق. طبعا السيد محافظ القاهره مشكورا صدر قرار بان يتم الترخيص للعقد الابتدائي طالما واخد صحه توقيع بحضور الطرفين، فده يحق لي الترخيص. طبعا المواطنه تهاني احمد فؤاد من حي السيده زينب هي نفس اللي ينطبق عليها شروط السيد محافظ القاهره بانها شاريه بعقد بيع ابتدائي وواخده صحه توقيع حضوري، اذا هي من حقها ان يتم اصدار رخصه ليها. طبعا هنا بيان الصلاحيه، معاها بيان صلاحيه، للاسف بتقول لي ان انا البيان الصلاحيه ممكن يطلع في 15 يوم، هي عانت عقبال ما طلعت بيان الصلاحيه. يعني هي معاها مستند رسمي، كمان معاها تسلسل الملكيه اللي يثبت ان الشاري من الشاري وواخده صحه توقيع بحضور، وده اللي نص عليه السيد المحافظ. للاسف احنا هنعرف منها ليه العرقله لغايه دلوقتي او خدت المده السنتين، مده كبيره جدا عشان تطلع رخصه. يا ريت معدتنا تحضر لنا اتصال بالسيده تهاني احمد وتكون معانا عشان نعرف منها باستفاضه ايه اللي حصل معاها والاجراءات ازاي تقعد اكتر من سنتين. وهي ست بسيطه بتقول ان انا معايا طفل كمان معاق ويعني بتستنجد بالسيده رئيس الجمهوريه، وعارفين ان هي ماشيه سليم وراها سليم كله سليم، والمساحه 50 متر يعني مش طيب. معانا الاستاذه تهاني. استاذه تهاني اهلا بيكي. وعليكم السلام يا فندم، اتفضلي. معلش الاول هقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك؟ اتفضلي. الحمد لله كويسين. بشكر حضرتك جدا واسره البرنامج بان حضرتك اهتميت وقبلت مشكلتي ان انا اعلنها بعد تعب ومعاناه. ايه اللي اخر الرخصه بتاعتك يا استاذه تهاني المده دي كلها؟ عراقيل بقى وتعسفات، ربنا يصلح الحال يعني، الموظفين ربنا يكرمهم اللي قاعد في مكانه ما بيراعيش ربنا، يعني بيشوهوا كمان صوره المسؤولين. لجأنا الرئيس الحي يعني فوق العشر مرات، دخلت له بناس كتيرة، مفيش أي حل لأي مشكلة، يعني مش سنتين ده أنا ماشية في السنة الثالثة. تمام. أوراق بتضيع في الحي، أصول بتضيع، موظفين ما تعرفيش تتكلمي معاهم، رئيس الحي الله يكرمه أنا رحت له بس مش عارفة ما بيحلليش مشكلة ليه. معايا عقد بيع ابتدائي وعقد بيع نهائي وعاملة صحة توقيع. تمام. معايا توكيل في الشهر العقاري. انت توجهتي لرئاسه الحي علشان الرخصه، الاجراءات من اول الف لغايه ب بقى، الاجراءات اللي انت مريتي بيها ايه؟ الاجراءات اللي انا عايزاها اعملها، انا خدت بيان صلاحيه، بيان الصلاحيه بياخد يعني بيقعد شهر في حي السيده زينب، قعد معايا سنه قبليها ضيعوا لي ورق اصول، قعدت سنه من مهندس، من حوالي 5 6 شهور بس على اجراءات رخصه المباني، مش عارفه اخلص اي حاجه. لجأنا الرئيس الحي اكتر من مره ومعايا شهود ومعايا ناس دخلت له، دخلنا له بصفه شخصيه. تمام. مفيش اي حلول. لجأت وعملت شكاوى في المحافظه ومعايا ارقام الشكاوى ومعايا التواريخ من شهر 11 اللي فات. يعني مفيش المحافظه. حضرتك خلاف المعاناه دي كان في برضو معاناه ثانيه انك تطلعي الاصول تاني. لا الاصول معايا. حضرتك قلتي ضاعت منك. لا ما هي ضاعت من المهندس. ما ضاعت في الحي. تمام اتفضلي. وطلعتها تاني بمعاناه ودو يعني المهندسين لا مبالاه. مدير الاسكان يقول لي هتبني ازاي؟ قلت له هو حضرتك يشغلك هبني ازاي؟ انا ساكنه ايجار جديد. معلش يعني ايه تبني ازاي يا فندم؟ بيقول لي انت عايزه انت هتبني ازاي لما انت ما عرفتيش تخلصي الورق وتعملي اللي احنا عايزينه، هتبني ازاي؟ ده مشكلتك انت مش مشكلته خالص. ممكن تبني بالقسط معروفه. ما يشغلش حضرتك انا هبني ازاي؟ بالظبط. انا مش مهم ابني، انا ممكن اعمل اوضه خشب واقعد فيها.
انت عايزه تمشي قانوني ورسمي على اساس ان ما يجيش زي اليومين دول كده وتتزال. والله ومش معايا اللي انا امشي قانوني، انا ربنا يعلم بحالي، انا ساكنه ايجار جديد ومتبهدله، انا في الحي من 6 سنين متبهدله ومفيش اي حل. انا عايزه ابني مكان لان انا جوزي موظف ودخله على قده وصاحب مرض، معايا بنت حاله خاصه ذوي احتياجات خاصه ربنا يعلم بينا. انا بناشد السيد رئيس الجمهوريه وبناشد الساده المسؤولين يا جماعه، انا مش بقول حد يديني حاجه لله، انا بقول يا جماعه انا عايزه حقي وبمشي رسمي، مش عارفه امشي رسمي في البلد، مش عارفه اخد حقي. تمام ان شاء الله. انت بتستغيثي ان انا اعمل رخصه مباني بصحه توقيع، رفضوه. اشتكيت في المحافظه، اشتكيت في اداره الجنوب في محافظه ليه الفريق. اترفض ليه مع ان دي تعليمات سياده المحافظ؟ لا مفيش اي حاجه بتتنفذ. حي السيده زينب لو حضرتكم تكرمتوا ونزلتوا هناك بس يوميا هتحصدوا كميه شكاوى وكميه اساءه للناس مبالغه. ان شاء الله يا فندم هننزل ونتواصل مع ان شاء الله مع رئيس الحي، وان شاء الله انت طالما قدمت استغاثتك للسيد رئيس الجمهوريه وهو دايما بيهتم باي استغاثه من اي ام مصريه او ست مصريه، هو دايما حاطط يعني اي مطالب امهاتنا واخواتنا وستاتنا حاططهم في المقام الاول. وشفنا السيد الرئيس في حي الاسمرات لما وقف السيدات وقال لهم ايه اللي ناقصكم، يعني احنا عندنا رئيس بدرجه انسان، ان شاء الله صوتك يوصل واحنا معاكي وهنتابع معاكي يا استاذه تهاني. وان شاء الله احنا البرنامج عندنا كافي للرد للجميع ان شاء الله. احنا هنروح الراي والراي الاخر، هنروح لرئيس الحي نشوف الاجراءات متعطله ليه، لان احنا زي ما مع الدوله ضد الـ طيب ناخد اتصال. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لا صح، احنا هنا عندنا في الفيوم، انا من قيمه اسبوع والدتي اتوفت بسبب ان احنا ما لقيناش اي مكان في المستشفى خالص في الفيوم، ولا مستشفى الحكومه ولا خاصه ولا اي مكان نوديها فيه كعنايه. احنا هنا الفيوم عندنا متدمره، ما فيش انسانيه حتى عند الدكاتره والاسقم الطبيه اللي انت حضرتك بتقول عليها. ان شاء الله يا فندم احنا ان شاء الله فضلت على الجهاز، المفروض دخلت على الجهاز التنفسي وديناها بالعافيه المستشفى العام في الفيوم. مفيش اهتمام، مفيش اهتمام بالناس اللي بتموت، مفيش رحمه. والله يا استاذه الاهتمام موجود يعني يا فندم، الاهتمام موجود واحنا بنشوف قد ايه في ضحايا من الاطباء كل يوم بيصابوا. لكن الموضوع ده وباء عالمي واعداد. معلش انا عايزه بس ارد على الاستاذه، انا ما اتشرفتش باسم حضرتك، بس معلش عايزه ارد على حضرتك. احنا بقالنا في الموضوع ده 3 شهور ونص او يعني داخلين على 4 شهور اهو، بنقول يا ريت تقعدوا في البيت، يا ريت تاخدوا الالتزامات والاحتياطات اللازمه، ما تجوش بعد المصيبه ما بتقع وتقولوا الدوله وتقولوا اطباء وتقولوا ما فيش مستشفيات. ما احنا بنقول اقعدوا في البيت والتزموا بالتعليمات الطبيه علشان احنا امكانياتنا محدوده، الطبيه محدوده، لكن لا في اهمال من الدكاتره ولا في اهمال من المستشفيات. دي كمان يا استاذه دي وباء عالمي ومنتشر بطريقه مش في مصر بس، حد كان بينتظم يا استاذ اشرف، ده في منظمات صحيه عالميه زي ايطاليا خرجت عن السيطره. فاحنا النهارده بنشكر الاطقم الطبيه، لكن بنوجه برضه نداء للسيد المحافظ ان يكون في اهتمام اكتر واكتر، خصوصا محافظه بني سويف والفيوم، لان الاعداد بدات تزيد فيهم بسبب الحجر. عشان ما فيش وعي. بصي 50% احنا هنحمل المواطن 50% وهنحمل برضه المسؤولين 50%. 50% ان احنا موضوع الحجر الصحي يا استاذه نفتح مدارس، نفتح اي اماكن جاهزه عندنا ونحجر الناس فيها ما دام الحالات مش محتاجه، الحالات البسيطه نخليها في الحجر اللي هو مش محتاج جهاز، مش محتاج عنايه وادويه، وان هو يتعزل 15 يوم يتم. عايزين تفكير خارج الصندوق من بعض وكلاء وزاره الصحه، خصوصا في محافظه بني سويف ومحافظه الفيوم. نرجع تاني لموضوعنا يا استاذه، موضوع رخصه الاستاذه تهاني. احنا برنامجنا متعود ان احنا لما بنناقش قضيه احنا مش بنناقشها بس اعلاميا، لا احنا كمان بنروح لرئيس الحي وبنتواصل مع الساده المسؤول، لان احنا بنعتبر صوت المواطن لدى المسؤول. فان شاء الله يا استاذه هيكون لينا باذن الله زياره لمكتب السيد رئيس الحي عشان نقف برضه احنا معانا كل الاوراق اللي قدامنا دي،
بتثبت. احنا بنحاول برضو نتصل بسيادة رئيس الحي دلوقتي عشان يرد على الشكوى بتاعت استاذة تهاني، وان طيب شاء الله الاعداد يتكون. للاسف ما بيردش، لكن احنا ان شاء الله هنتواصل، هيبقى لنا زياره ميدانيه استاذه. معانا الاستاذ رجب عباس الصحفي، اهلا بيك يا استاذ رجب. اهلا وسهلا يا استاذ اشرف، ازاي حضرتك عامل ايه؟ الحمد لله استاذ رجب. الزميل الصحفي استاذ رجب، اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا يا فندم، اهلا وسهلا. اتفضل. تحياتي لحضرتك وتحياتي للمضيفين وللمستضيفين وجميع اسره البرنامج. ميرسي يا فندم. ميرسي يا استاذ رجب. اتفضل حضرتك، في شكوى معينه؟ والله هو الاتصال تقريبا علشان خاطر موضوع الاستاذه تهاني احمد فؤاد. تمام. اللي هي المضيفه عند سيادتكم. بخصوص مشكله في حي السيده زينب. تمام اتفضل. اولا انا الموضوع ده يمكن اتعرض عليا، ويمكن انا وجهت الاستاذ اشرف، وجهت الاستاذه تهاني للاستاذ اشرف ابو دنيا عشان خاطر يشوف لها الموضوع ده، والراجل يعني جزاه الله خيرا بيعرض الموضوع لعل وعسى تاخذ حقها القانوني يعني. لا ان شاء الله هتتاخد باذن الله هتتاخد. انا مش هطول عليكم، وخير الكلام ما قل ودل. انا هوجه حديث صغير جدا وقليل جدا للسيد الفاضل معالي الدكتور مهران رئيس حي السيدة زينب. يا سيدي الفاضل، حضرتك كراجل مسؤول عليك واجبات وعليك وهناك حقوق، يعني لك حقوق وعليك واجبات، وهذه السيدة لها واجبات وعليها حقوق. يا سيدي الفاضل، هذه السيدة توجهت لسيادتكم أكثر من 3 مرات أو 4 مرات وهي لا تعرف اذا كان لديها، اذا كان لها حق قانوني او اذا كان ليس لها اي حق قانوني. يا سيدي الفاضل، اي مواطن يتوجه لاي مؤسسه سواء بشكوى او بشكل شفهي بيعرف اذا كان له حق قانوني من عدمه. يا سيدي الفاضل، ما ينفعش سيده عندها ابنه معاقه ومعها اوراق بتقول لسيادتكم انا عايزة ترخيص. حضرتك شوف الورق بتاعها ده اذا كان قانوني او لا أو مش قانوني. تمام. ما ينفعش سيدة اديلها اكتر من 2 عامين مش عارفة هي لها حق ولا ملهاش. واحنا درسنا، انا يمكن بصيت في الورق ويمكن لقيت ان هي يمكن قد يكون لها حق، لان انا برضو راجل مش خبير في التنميه المحليه. هي الورق ماشي حسب تعليمات سياده المحافظ يا فندم، هي معاها بيان صلاحيه وفي قرار للسيد، هي قرار للسيد محافظ القاهره بان يعمل بالعقد الابتدائي ما دام هناك صحه توقيع مباشر من الطرفين في المحكمه فيجوز لها الترخيص. موضوع حقيقي يا استاذ اشرف، انا شفت اطلعت على الاوراق كلها، وحتى كمان معاها بيان يعني تسلسل بيانات للقطعه، يعني اوراقها معظم اوراقها سليمه. عايزين نعرف بقى المشكله ايه بالظبط، ايه سبب. تفتكر حضرتك يا استاذ رجب ايه اللي مأخر الموضوع لغايه دلوقتي؟ والله يا فندم انا يعني اللي انا عايز اقوله واللي اخر الموضوع لحد النهارده، ويمكن انا اتواصلت بمعالي الدكتور مهران رئيس حي السيدة زينب، اتواصلت بيه اكتر من مرة، يعني حوالي 3 مرات تليفونيا، ويعني مرة ابعت لي، طب ابعت لي الاستاذة تهاني غدا، طب ابعتها لي ان شاء الله بكرة الساعة 12. انا بعتها له يمكن 2 مرات على التوالي في خلال 3 4 ايام، وهذه السيدة خرجت من الحي دون اي نتيجة. اذا كان لها حق فهي لا تعلم، اذا كان ملهاش حق فهي لا تعرف اي شيء. انا مش عارف ليه مفيش مرونة داخل حي السيدة زينب او مع المسؤولين عن المشكلة التي تخص الاستاذة تهاني احمد فؤاد. انا مش هطول، اتمنى من معالي السيد محافظ القاهره يكون شاهد الحلقه ويكون شايف الموضوع او يستضيف الاستاذه تهاني ويعرف مشكلتها ايه. احنا هنروح مع الاستاذه تهاني ان شاء الله باذن الله. بصرف النظر اذا كان هناك يعني مبدا التراخيص معلق من عدمه، ندرس ونشوف الست دي ايه قصتها وايه الورق بتاعها. ما ينفعش واحده ست اديلها 3 سنين
بتبحث عن حقها وما تعرفش اذا كان لها حق قانوني من عدمه. لا ان شاء طبعا. الله باذن الله انا يعني ليا رجاء عند سيادتكم فضل. ان هذه السيده ما تتركوش حقها لانها لها حق قانوني وهي للاسف. ان شاء الله يا استاذ رجب ان شاء الله احنا زي ما وعدنا حضرتك ان احنا هنروح لزياره ميدانيه للسيد رئيس الحي الدكتور موران، وان شاء الله نشوف نطلع على مشكله الاستاذه تهاني والحاجات اللي عطلت الترخيص بتاعتها، لعل وعسى ان شاء الله يكون خير ويتم اعطائها الرخصه بعد حتى لو بعد فتره الايقاف، ان يكون ليها رخصه مباشره ويتم الترخيص ليها، خصوصا ان هي 50 متر يعني، وهي لو في ردود هترجع ما عندهاش اي مانع او اي اعتراض، يعني حاجه بسيطه. أنا مش هتبني ليه هتبني ليه العرقله ليه انا مش فاهم 500 متر ولا هتبني برج يعني، ده 50 متر وهتبنيها، وطالما ان هي مطابقه الست شروطها كلها مطابقه فيا ريت يبقى فيه تسهيل للمواطنين عشان الناس ما تلجاش للبناء بدون ترخيص ونرجع نعاني زي ما الدوله بتعاني حاليا. بشكر حضرتك يا استاذ رجل. يعني ادي زي ما انت حضرتك شايفه ست ليها اكتر من سنتين بتعاني، فان شاء الله انا متعشم خير ان احنا ان شاء الله لما بنوصل للمسؤول هنحل الموضوع ده باذن الله، المشكله باذن الله. كمان في حاجه يعني انا يعني بناشد السيد وزير التنميه المحليه، ست شهور لوقف بناء التراخيص فتره كبيره يا فندم، يا ريت حضرتك يكون هناك قرارات لبعض السادة المحافظين لإعطاء التراخيص لمن يستحق، لأن احنا عندنا فترة الست شهور هيتضرر قطاع كبير جدا من القطاع المعماري سواء من وناخد اتصال معانا الأستاذ عادل هلالي. أهلا بيك يا فندم. أهلا وسهلا بحضرتك يا أستاذ أشرف. أهلا بيك يا فندم. أهلا يا أستاذ عهد اتفضل. والله يا فندم عم بشكرك على طرح الموضوع ده، ولكن في تعقيب بسيط. اتفضل. السبب في الموضوع ده نقص في العامل البشري في المحليات. بالنسبه للمهندسين انا عندي في مركز بيبا من فتره ما كانش فيه غير مهندس واحد. كان المعاينه كانت بتقعد 15 يوم و20 يوم. يعني بيبا محافظه بني سويف. ايه؟ بيبا في محافظه بني سويف. اتفضل. يعني قصدك دي عرقله عامه قصدي حضرتك؟ مش إيه؟ عرقله عامه على مستوى الجمهوريه يعني، ولا حضرتك تقصد ايه؟ يعني قصدي انا فهمت قصده ان الكادر الوظيفي داخل الوحدات المحليه في عجز او في نقص، مش حضرتك تمام تقصد؟ طيب ان شاء الله دي برضو هنناشد فيها يا استاذ عاد، بنشكر حضرتك، ولو اي حاجه تاني عند حضرتك اي شكوى احنا تحت امرك. اشكرك استاذ عهد. زي ما طيب بس اسمح مخرجنا بس في دقيقتين، زي ما قلت لحضرتك يا استاذه يا ريت السيد وزير التنميه المحليه موضوع الست شهور يكون في تقليص للمسافه وليكن 3 شهور. احنا عندنا ثقه في الاداره المحليه. القرار جه رئاسي. ما احنا بنناشد خلاص بنناشد القائد سياده الرئيس القائد الاب لكل المصريين، لان هو دايما بيسمع لكل المواطنين وبيسمع لشعبه. سياده الرئيس في قطاع كبير جدا هيتضرر بسبب العماله اللي قاعده في البيت دلوقتي. العماله سواء حداد سواء نجار حتى بتوع النقل العام اللي هم اللي عندهم بينقلوا المواد البناء، كل ده اتضرر والناس دي بتناشدنا، فاحنا بنتوجه للاب القائد العظيم ان يكون في. وطبعا مخرجنا بيقول لنا انا بشكرك يا اشرف، وان شاء الله موضوع الاستاذه تهاني يتحل. بشكركم مشاهدينا على حسن المتابعه، على وعد منا بلقاء جديد في نفس الميعاد، لكم منا كل التحيه. اشرف ابو دنيا وبسنت البرديسي، الى اللقاء.